أعلن ديوان ولي العهد بأن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله سيكون في مقدمة مستقبل دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة لدى وصوله إلى مملكة البحرين يوم غد الاثنين 16 من ديسمبر الجاري في زيارة رسمية، حيث تشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وينتهز ديوان ولي العهد هذه المناسبة للترحيب بضيف البلاد الكريم دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، متمنيا لدولة رئيس وزراء باكستان ومرافقيه طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.